سطر نجم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وفريق إشبيلية الإسباني الحارس ياسين البونو اسمه بأحرف من ذهب بعدما أصبح أول لاعب مغربي وعربي يتوج بجائزة زامورا التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية المتخصصة في الرياضة، وذلك لأحسن حارس مرمى في الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم. تتويج حارس فريق إشبيلية الإسباني ياسين بونو جاء بعدما تمكن من إنهاء الموسم الكروي الإسباني المنصرم في الصدارة كأفضل حارس مرمى متفوقا على كل من حارس فريق ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا وحارس مرمى فريق ريال سوسيداد أليكس روميرو. وجاء تتويج الأسد المغربي كأفضل حارس مرمى في الليغا الإسبانية باعتباره أفضل حراس تصديا للأهداف مقارنة بالمباريات التي خاضها رفقة فريقه خلال الموسم المنصرم، حيث استقبلت شبكه 24 هدفا من أصل 31 مباراة خاضها رفقة فريق إشبيلية في الدوري الإسباني، وحافظ على نظرة شبكه في 13 مواجهة، الشيء الذي جعله يحتل الصف الأول ويتوج بجائزة زامورا. وقدم الحارس المغربي أداء مميزا ولافتا طوال الموسم المنصرم بتصدياته الناجحة والرائعة. ويذكر أن جائزة زامورا التي تقدمها صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية في نهاية كل موسم كروي رياضي للحارس الذي تلقى شبكه أقل الأهداف في الدوري الإسباني شرط أن يكون خاض 28 مباراة على الأقل لمدة لا تقل عن 60 دقيقة في كل مواجهة.